الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نجدد الترحيب بكم مشاهدينا مستمعينا الكرام عبر هذه الانطلاقات، نجدد الترحيب بكم عبر هذه الاندفاعات وانطلاقات هذا المساء المميز والجميل. شوطنا الثامن الذي انطلق قبل لحظات، والمخص هناك على شرف كأس سيدي سمو الشيخ الفريق أول محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد إمارة أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة حفظه الله ورعاه، بالإضافة إلى السيارة للحاصل بالمركز الأول. إذا مشاهدينا ومستمعينا الكرام، شوط الأبكار اللقاية المهجنات إذا انطلق، وتنطلق معه تحديات أبناء القبائل، تنطلق معه تحديات هذه الشعارات المميزة وهذه الشعارات الممتازة هناك بالانطلاقة الفريدة وبالانطلاقة الرائعة. نتابع معكم إذا مجرى هذا الشوط، نتابع معكم إذا اندفاعة هذا الشوط وهذه الشعارات التي لطالما كان لها الوزن والثقل في جميع الميادين. بداية نبدأها في هذه اللحظات مع المركز الأول، بداية نبدأها في هذه اللحظات مع انطلاقة بديعة للسيد أحمد بن خليفة بن رشيد الحاضر مع قيادة الشوط. بينما المركز الثاني تأتي نطاري للسيد غانم بن خلفان بن الطويرش الاشتبي، وثالث المراكز المايدية للسيد نايع بن خلفان بن سالم بالشاوي آل غفلي، والمركز الرابع وتابع الشمالية للسيد سيب المعلم الثنيان الشمري. بينما المركز الخامس وتواجد نجمة الوادي لعلوش بن راجس الدوسري، والمركز السادس نقلتنا مشاهدينا متابعينا الكرام على الضبية للسيد علي بن خليفة بن رشيد السويدي. هذه النتيجة والمراكز الأولى المتقدمة. إذاعتنا الأولى إذا مستمعينا الكرام بتحدي هذا الانطلاق وباندفاعه. أعود مجددا إلى مقدمة هذا الشوط، أعود مجددا إلى المركز الأول، وطاري تسيطر على الأمور، طاري تسيطر على البداية للسيد غانم بن خلفان بن الطويرش الاشتبي. إذا منطلقا مع طاري بالمركز الأول، ولكن المركز الثاني وتأتينا انطلاقتي أيضا بديعة من الجانب الآخر. يبدع أحمد بن خلفان وأحمد بن خليفة بن رشيد السويدي مع انطلاقتي بديعة في هذا الشوط، لينطلق مع المراكز الأولى المتقدمة بتحدينا واندفاعنا. بينما المركز الثالث تأتينا في هذه اللحظات المايدية لنايع بن خلفان بن سالم بالشاوي آل غفلي مع الاندفاع الرائع بالشعار العنابي، يندفع هناك بالشعار المميز ممثل اللمسة، ينطلق أيضا مع التحدي هناك الثلاث اللي زانبها للقاء، الثلاث اللي انفردا عن بقية المراكز في تحدي هذا الشوط. بينما المركز الرابع والمجموعة الأخرى تأتينا بقيادة الضبية للسيد علي بن خليفة بن رشيد السويدي. الله الله الله، خامس مراكزنا الشمالية للسيد سيب المعلم الثنيان الشمري مع الاندفاع الرائع. والمركز السادس تأتينا متعبة للسيد سعيد بن محمد بن راشد البواردي. هذه نتيجتنا مجددا إذا مشاهدينا ومتابعينا الكرام، هذه نتيجتنا مجددا إذا حول المراكز الأولى المتقدمة باندفاعة هذا الشوط وبانطلاق هذا الشوط. طاري بدأت تسيطر على الأمور، طاري بدأت تنطلق مع المركز الأول بانطلاقتها الرائعة. ما شاء الله، تواجد غانم بن خلفان بن الطويرش الاشتبي مع المركز الأول، ومع هذا الاندفاع الرائع. شد حيلك يا بن طويرش، شد حيلك يا بن طويرش، لازلت في القمة مع هذا الأداء الرائع. وتابع المركز الثاني وتأتينا اندفاعتي بديعة للسيد أحمد بن خليفة بن رشيد السويدي.
الماضي مع الانطلاق الرائع ومع الانطلاق المميز، بينما المركز الثالث ممثلا لهذا الميدان تنطلق المايدية مع نايع بالخلفان بالشاوي الاخضري يندفع ايضا مع هذا الاداء المميز، ولكن اتت الظبية بعلامة الجودة في هذه اللحظات. الله الله احمد بن خليفة او هناك انطلاقة الظبية لعلي بن خليفة بن رشيد السويدي انطلق الى المركز الثاني المركز الرابع، وتابع كبسولة للسيد سعيد بن خليفة بن رشيد السويدي ما شاء الله، وكذلك الاندفاع من قبل صوغه لجابر بن راشد بن ناجي الهدي، وكذلك التدخل من قبل العنود لحمد بن محمد بن سالم بن جهوي القادم كذلك مع هذا الشوط. ولكن أعود مع المركز الأول، أعود مع هذا الاندفاع الرائع مع الكيلو الأخير، وبن طويرش لا زال يسيطر على الأمور. طاري تقدم هذا الطاري المميز، طاريك يا بن طويرش دائما في المقدمات دائما في المراكز الأولى، مع طاري هناك المسيطرة كل السيطرة على مقدمة هذا الشوط. غانم بالخلفان بن طويرش لشتبي، والله غانم يا بالغنايم، والله غانم يا بالغنايم، ولكن دير بالك يا راعي رفادة، دير بالك يا بن طويرش بن رشيد بدأ يعطي الأوامر مع المركز الثاني ومع تواجد الظبية لعلي بن خليفة بن رشيد السويدي مع الانطلاق الرائع ومع هذا الحضور القوي. المركز الثالث كبسولة للسيد سعيد بن خليفة بن رشيد، لكن ودع الطاري الله يا طاري على هذا الحضور الرائع وعلى هذا الأداء الممتاز. بالمركز الأول غانم بالخلفان بن طويرش تستبي ينطلق مع البداية، آخر 200 متر الفوز وين؟ الناموس وين؟ لا زال الطاري الأقرب، لا زال غانم من أتى بالغنايم بالمركز الأول وبهذا العرض الممتاز. سلام غانم بالخلفان بن طويرش تستبي الفوز بالكاس، الكاس اللي تحبه الناس. سلامي عليك يا بن طويرش وسلام لرفادة، سلام على هذا الفوز المميز. المركز الثاني لسعيد بن خليفة بن رشيد السويدي، والمركز الثالث ايضا لسيد علي بن خليفة بن رشيد السويدي، المركز الرابع للسيد محمد بن سالم بن جهويل، بينما المركز الخامس وصلت اللي هي للسيد علوش بن راجس بن بندر الدوسري. هذه نتيجتنا إذا مشاهدينا ومستمعينا الكرام للمراكز الأولى المتقدمة. طاري من أتت بالطاري المميز إذا هناك، وأتت بالغنايم للسيد غانم بن خلفان بن طويرش الاجتبي، وهناك الغنايم أتت لغانم وأيضا أتت لأهالي رفادة. سلامي عليك يا بن طويرش. 7:58 ثلاثة أجزاء من الثانية تهانينا، والناموس يا بن طويرش على هذا العرض المميز، بينما اللي وصلت في المركز الثاني هناك وانطلقت مع الأداء الرائع كبسولة لسيد سعيد بن خليفة بن رشيد السويدي بتوقيت وقدره 8:04 من الثانية بالوفاء والتمام. تهانينا والناموس، بينما اللي وصلت في المركز الثالث اللي هي ضبية لعلي بن خليفة بن رشيد السويدي 8:02 وجزء من الثانية. تهانينا والناموس أيضا لجميع الفائزين والحاصلين على المراكز الأولى المتقدمة مستمعينا.